السلام عليكم ورحمة وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا مبسوطين. واليوم راح نلعب معكم ماينكرافت، وراح أعلمكم كيف تبنون مدفع يطلق تي ان تي. بسم الله، خليكم مع المقطع. طبعا هذه الأغراض اللي تحتاجونها: ليفر، ريدستون تورتش، ريدستون، زر ذهبي، جولد، أهم شي جولد أتوقع، وهذا الزر، وباكيت مويه، وفنز، وريدستون ريبيتر، وأي بلوك تبغونه، أهم شي بعط دايموند، وهذا وسلاب ودسبنسر وسكتي وستيك بيتسون اللي والله ما اعرف اسمه. جيب واتشي، هذه دسبنسر، جبني هذا الطريقة هي قرر نبني هنا واحد. لا كيف نحكي صح كذا، بعدين كذا بين الجهة الثانية زي بالضبط كذا، بعدين هنا حط البلوك، جيب البلوك الدايموند، حط هنا واحدة وهنا واحدة، جيب صراحة الصباح، بعدين هاي نحط هنا المحاول صباح كذا، بعدين كذا السير اللي تحت، بعدين اسمع كذا اثنين ثلاثة أربعة، ترفع بأربع بلوكات كسر ثالث اللي تحت، تحط هنا ستيكي بستون، ستيكي بستون، حط واحد هنا برضو، وأكسرها، حط واحدة، حط الريدستون، حط الليفر، حط بلوك هنا، بلوك هنا، وبعدها جيب هنا حط ريدستون تورتش هنا، واحدة اثنين ثلاثة، بعدين حط هنا ريدستون، يعني لازم يصير ماك زي كذا، يعني كذا يطفي الشطر، بعدين حط اي وين حطيت حلو يا الين هنا بس، بعدين تجي تحط ليفر توقفه، بعدين تكسر هذي تحط فنس، بعدين تحط هنا زر ذهبي، اتوقع لازم يكون ذهبي، بعدها باكيت مويه كذا كيف يصير كذا، بعدين نجيب البلوك دي هذي، اصبر خليني اكسر على هذي، لا شفت العيد دي قفل لو سمحت، اكسر هذا ايوه، نقدر نجيب البلوك بعدين اكسره، حط فيه الريدستون، قدم خلاص، جيب السلاب نوخر الفين، جيب سلاب اي نوع سلاب، انا بحط هذا يعني كذا شكلا، جيب السلاب هذا اوكي، بعدين تجي تحط هنا ريدستون ريبيتر، هذا هنا ريدستون وهنا ريدستون، شوف اول ما تنزل هذا شو كيف يصير، هذا لازم يشتغل، لما يشتغل فما ضبط معك، بعدين ترجعه حيث توخر هذا الأغراض كلها، إيش تجيب تي ان تي، تعبي المكان كله تي ان تي، هذا كل تعبيه عب برضه كمل نفس بس في الجهة الثانية برضه هنا. والحين بسم الله الحين نجرب نطلق، خي مطر هار ليش يا اسمع، بسم الله الحين بسم الله يلا، شوف كيف ما شاء الله، شوف والله خرافي، وقف بس والله خرافي، شو لأن نرفعه، أنا لو نزلتها كده وطلقت المدفع راح يتفجر، فارفعه كذا بدنا اضغط الزر، شوف كيف شوف التفجيرات كيف اني وصل في اماكن بعيدة، ها شوف لو نوصل باكيور، خلاص شوفي لو نوصل الين هنا، يعني شيء خرافي مرة، نوصل هنا شوف الحين راح نجرب، بسم الله مرة ثانية
يلا اطلق. فجأة شفتم؟ ها تفجر مساعدي، شوف بس وين وصل. اوبا با 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 با. والله فجر مكان. المهم وإلى هنا وصلنا لهذا الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.